فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخطأ الإمام أو سهى الإمام في الصلاة فقال له أحد المصلين أثناء الصلاة: قد نسيت ركعة، فما حكم كلام المصلي وهل تبطل صلاته بذلك؟ إذا كان جاهلا ما تبطل صلاته، إذا كان جاهلا ما تبطل صلاته، أما إذا تعمد تبطل صلاته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.